في البيوت اللي انهارت عبارة عن 106 منزل بيتي ريفي انهار. وفي أعداد تانية بعض المنازل الأخرى 394 منزل ده بيبقى فيه بعض الأجزاء منه تتم انهيارها أو انهيار جزئي. انهيار جزئي انهيار جزئي هنحتاج بس ترميم وهكذا. كويس. فده إن شاء الله ما فيهوش مشكلة لا ده ولا ده، لأن إحنا إن شاء الله عندنا إمكانيات إن إحنا ندخلهم على شقق ووحدات سكنية جاهزة. 540 وحدة سكنية جاهزة في مدينة أسوان و24 وحدة سكنية في مدينة عدد المتضررين كام؟ اللي هم 600 واحد تقريبا ولا أكتر ولا أقل؟ يعني حوالي نقول مش هيكملوا 500، حوالي 500. حوالي 500 بالضبط. سيادة المحافظ دول دلوقتي قاعدين لسه في الشارع ولا في خيام، ولا نقلهم الشقق ولا لسه هننقلهم؟ لا احنا ما عندناش هنا حاجة اسمها خيام خالص، احنا ما عملناهاش للاجئين اللي جايين من بره. نعم. مش موجودة دي في مصر. كويس. احنا اللي حصل ان اهالي عايزين يدخلوا على الايواء العاجل. أيوة. تم فعلا انهم وفي بعض الجمعيات، طبعا احنا مش هنذكر اسماء جمعيات دلوقتي، دي تكفلت حتى بان هي تجيب لهم العفش كاملا. يعني هتفرش البيت كاملا يعني. في بعض اخر قالك لا انا موجود مع اهلي وقرايبي، لانهم كلهم يعني في الغالب كلهم ولاد عمومه يعني عائلات. نعم. طيب احنا متكفلين تماما. والدوله عامله حسابها ولسه ايه اللي هتعمله الدوله يا سياده المحافظ للاسر ديت؟ ايه اللي هنعمله بالظبط؟ قول لنا يا فندم خطتكم يا فندم في هذا السياق. كل بيت انهار كاملا هيتم اعاده بنائه من جديد بالشكل اللي ما يخلوش يتكرر تاني. وبرضه مش هنبعد بعيد عن المكان، ولكن مش هنختار المكان اللي هو داخل مقر السيد. ودي توجيهات السيد رئيس الوزراء النهارده كان واضح فيها تماما. اللي مش هنحط بيت النهارده ونبنيه في نفس مكانه وبعدها يحصل يجي سيل تاني يشيله. بالظبط كده. نعم. كان في توجيهات واضحه للجميع. الحاجه الاهم من ده وده، اتفضل، احنا مبلغين الناس كلها بالكامل ومرينا عليهم وشفناهم. ايوه. وبلغناهم ان احنا جاهزين بالايواء العاجل. وده ما فيهوش اي مشكله خالص. عباره عن ايه الايواء العاجل سياده المحافظ؟ معلش، عباره عن ايه؟ هي شقه اوضتين وصاله. تمام. بس